السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا التعطر فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. في اولمبياد باريس 2024 واستعد ان لقياده منتخب مصر الاولمبي ضد الدومينيكان مساء الاربعاء اليوم في افتتاح مشوار الفراعنه في اولمبياد باريس 2024. وقال ان في مقابله على قناه اتحاد اللاعبين المحترفين الرسميه على يوتيوب: اشعر ان لدى البعض المعرفه لانني العب كره القدم منذ وقت طويل حتى الان، وتدربت تحت قياده العديد من المدربين وكانوا حقا جيدين جدا وتعلمت الكثير منهم. واضاف: حاولت الحصول على رخصه تدريبيه كي اصبح مدربا، وسيكون الامر سهلا على انذاك. واضاف: طريقه ان اقوم بالامر من خلال اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الانجليزي لكره القدم، وهم يساعدوننا كثيرا. تصريحات مدرب اسبانيا بعد مباراه مصر والدومينيكان اليوم: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حكام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان المقرر إقامتها اليوم في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس. حكم الساحة اليابانية يوشيمي ياماتيشا، حكم مساعدة اليابانية ماكاتو بونزو، حكم مساعدة 2 اليابانية ناومي تشيرينجيو، حكم رابعة أوديتو هاليتون من جامايكا، حكمت الفارة التايلاندية سافيكا بوليتيك، حكمت مساعدة الفارة الثانية هو الأرجنتيني هيكتور باليتا. الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع الدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024